يمكن مش نعود نرجع ونحكيه عليها بكري ثمانية ما خليناش الوقت قبل ما نمشيه للمساج أمفاي اللي هي العقوبات القانونية للنزول اللي تقدم خدمات غير لائقة في الحجر الصحي. هي في الحقيقة نقطة مهمة عليش وسيما حبينا نكملوها. أولا الناس اللي تسمع فينا نحيوهم الكل اللي يخدموا البرة ويسكنوا البرة بالمئات قاعدين يتابعوا فينا كل صباح ونزيد نوجه لهم تحية سواء كانوا في الخليج ولا في أوروبا ولا في أي بلاصة في العالم. نقول إن شاء الله ترجعوا بالخير وسلامة لبلادكم كما تقولوا. نفس الناس هذوما اللي يواجهونا برشا نقد كي قلنا إنه وهذا من حقهم بطبيعة قلنا يلزمهم يدفعوا في المبلغ اللي هذوكم 60 و80 و100 دينار ماهوش غالي، لكن زادا كي تم فما مس من حقهم زادا ندافعوا عليهم كما جينا وقلنا الحق إن شاء الله نكونوا صادقين في كل ما قلناه. ولكن المرة هذه إنه قاعدين تقريبا نسمعوا في فما حس قاعد يجي إنه الوتلة اللي يستقبلوا في الناس هذه تعرف أنت أسامة جمعة في الحجر الصحي أي مواطن يجي بتبيع عايش بالخارج واللي مطالب مرة أخرى وزير خارجية باش يكون في خدمته إنه يمشي للحجر الصحي عادي 7 أيام مدفوعي الأجر من الأول من المسبق تعرف أنت من اللي جاي في الثنية من اللي جاي في الثنية يعمل الفيرمون كسوا يختار ترازوتيل ولا ترازيتوال ولا كاتريتوال ولا سانك إيتوال هو كل قدير وقدره. تعرف اللي سمعنا فما تجاوزات تعرف وسامة أنت أكيد حريف مشيت للنزل ومشيت المطعم فما مشكلة عند التونسي كي تلقاه يقدم في سيرفيس قاي حسك اللي هو عامل عليك مزية معناتها أنا ماشي البلاصة بفلوسي باش ندفع معناتها هذا باش ندفع كيس ماء حقه دينار باش ندفع دينار كان لازم ندفع لك 11 باش خليك لك تلقى تونسي اللي يجيب لك الكيس ماء يرعش وتلقاه الماء فايض من هنا من هنا ويحطوا لك يصبطوا لك على الطاوله. هذا معروف هذا موجود في كل الاغلب بل مش ما نقولش الكل في اغلب فما نوع من التصرفات الغير مفهومه. في المقابل كي تلقاه اكيد برشا ناس قاعدين تسمعوا فيه ونتصورهم عاشوا نفس الحاله. في المقابل تلقى السائح مغادي تلقى سيرفيس اخر تقول الشخص مش نفسه اللي صار بك انت. هذا بطبيعه مساله يلزمها تتراجع واكيد وزير السياحه يسمع فينا وهذا بطبيعه المسؤولين على السياحه يلزم فورماسيون حتى اصحاب النزل. كما قلنا الناس اللي تم مروحة بالحجر مطالبة انها تتعامل على احسن ما يرام. اولا العامل النفسي، ثانيا هي مفروض عليها باش تدفع ما اخترتش باش تعمل السيجور نتاعها. انا نحب نعمل سيجور في بلاصه معينه انا نختارها وين نحب الوقت وقتاش نمشي مش تفرض عليا دوما نروح نحب نرى بابا وامي ولا نحب نرى مرتي ولا نحب نرى صديقتي ولا نحب نرى صديقي ولا نحب نرى اولادي. فهمت معناتها انت باش تفرض عليا اللي انا باش نمشي النزل انا ما عينيش فيه. هذه اول حاجه. واحنا ضغطنا حتى الاعلام ضغطنا على السياح على سمح المواطنين بالخارج انهم يقبلوا بالوضعيه هذه باش نحافظوا الصحه. تعرف الناس كلها تتفاهم بعضها باش نتعدوا بعضها لكن انك تقدم خدمات سياحيه غير لائقه غير لائقه فهذا يسمى تجاوز ويسمى سرقه. فهمت. ولهنا مطالبه وزاره الصحه على راس السيد الوزير عبد الطيف المكي انه يكلف الناس انه باش تعمل مراقبه للامور الصحيه ويكلف زاد السيد وزير السياحه يكلف ناس باش يتابعوا ويراقبوا الخدمات السياحيه في النزل هذا. وبطبيعه مطالبين التجاره وكل الهيكل في الدوله يطالبوا الكاليتي نتاع الماكله كيفاش قاعده توصل. وثانيا انه العقوبات اذا ما توصل حتى للغلق وحتى ارجاع الفلوس للمواطنين التونسي اللي جاوا لهنا. مش معقول مواطن تونسي معناتها في البريسيون نتاع الضغط نتاع المرض نتاع المرواح الغير طبيعي وخاصه ظروفه ولا يعني في البلاد اللي كان فيها يخدم ولا لا يعرفوا ظروفه من دنيا سكر قرايته ولا لا والكونترا نتاعه قف ولا لا وضعيته الماديه شنو هو دفع تدفع فينا فلوس اللي دفعهم ولو دفع 10,000 انت كنزل كان ماكش قادر باش تقدر الخدمه هذيك بالمونطون هذيك تسكر وما تقبلش حتى حد. انت ماكش عامل مزيه رد بالهم الناس اللي يخدموا كسوا في النزل والا المالي الوتله ولا اللي كارين الوتله راهم رد بالهم ماهمش عاملين مزيه على حتى حد. انت ما تحبش تخدم تسكر خويا ما قالك حتى ما ضربك على حد يديك وقالك حل بسيف لجماعه الحجر الصحي. لهنا الدوله مطالبه انه تضمن حق التوانس من وزير الخارجيه للناس الكل حق التوانسه اللي عايشين بالخارج واللي مروحين في ظروف استثنائيه يلزمهم يوفروا لهم حقهم كاملا
لانهم دفعوا فلوسهم بالمسبق. هذا يزمو الناس كلها تفهمه. وثانيا نطالب من الناس اللي ماشي بالحجر الصحي وقاعدين يسمعوا فينا انه يبعثونا فيديوهات نتاع اي تجاوزات باش نقوموا لهنا بواجبنا كاعلام بفضح اي تجاوزات من اي نزل من اي خدمات نزل ناقصه واي نزل عبر عن رغبته انه باش يستقبل يخدم مع الحجر الصحي. فينالمون خلص عليها الفلوس هذوكم يلزم يحلوا فلوسهم. وهذا نقطه حابين نطرحوها وان شاء الله الناس ما حبيناش نطرحوها بعد الويكاند لانه تعرف الويكاند برشا رحلات قاعدين جايين لهنا. نعاود نطالب مره اخرى بكل لطف الناس اللي فلوت اذا كان لاحظت اي تجاوز عندنا الباج تاع راديو ميد حتى على بروفيلي الشخصي يبعثوا لنا واحنا ان شاء الله نوصل صوتهم اذا كان رصدنا اي تجاوزات. ولهنا ومره اخرى نعاود مصالح الصحه ومصالح السياحه مطالبين بالمراقبه مراقبة كل الخدمات. راه مش معقول مواطن تونسي يدفع فلوسه في الاخر ما يلقاش حتى ربع خدمة. واضح. نمشيو تو سويت للميساج انفوي. ميساج انفوي. الضربة قوي على حركة النهضة. منذ تولي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئاسة البرلمان والنجم نقوله حتى قبل شوية وقت اختارت النهضة تقديم مرشحة للرئاسية وما فازتش لأنه ببساطة الحركة كانت منقسمة من الداخل والماكينة ما خدمتش كما العادة وكانت الهزيمة كما تعرفوا الهزيمة تجيب هزيمة واختلال النظام يولد التأزم. وأخطاء النهضة سياسية تكاثرت أولها اختيار الجملي إلى معاداة القروي في مرحلة أولى وطلب وده في مرحلة ثانية وكما يقولوا من مدح وذم فقد كذب مرتين. ضعف رئيسها في تسيير البرلمان التنافس غير المعلن داخل الحركة على خلافة الغنوشي قرب المؤتمر التوق للمناصب خلى الرهان السياسي الحزبي يغيب التضامن والتآزر اللي معروفة به حركة النهضة واللي معروفين به مناضليها. المطبخ متاع الحركة أصبح شرفة أي واحد متعدي من مونبليزير يعرف شنو صاير وبالتفصيلة طيارات قاعدة تتكون وطلعت جريناتها كما يقولوا ناس قبل الشيء اللي خلينا نشوفه في استقالات وانعدام ثقة انسحابات ومواقف صادرة عن الحركة أقل ما يقال عنها تحشم وباش تقعد وصمة عار تاريخية. اختيار الحلفاء غير المعلنين كما ائتلاف الكرامة اللي إلى حد الآن ما زال بناء سياسي فوضوي ما زال ما هوش مفهوم تنظيميا معتمد على ثقافة البوز والعرك والمعروك نوابه ما عندهمش تصور واتجاه سياسي واضح ما هوش حزب موجود في زوز بلايس البرلمان والفيسبوك لا مقرات لا ندوات لا اجتماعات نسمعوا كان في الحس واخرتها لايحة باش تقعد وصمة عار في تاريخ البرلمان التونسي. هذا كينضيفوا تصريحات بعض المنسلخين عن الحركة اللي أكدوا أكثر من مرة على غياب الديمقراطية داخلها وتفرد رئيسها بالقرار وآخرها تصريحات الهنتات البارح في برنامج لطفي العبدلي اللي قال حاجات نتصور القضاء مطالب بالتدخل العاجل والتحقيق في اللي قالوا وبصراحة نقعد باهت كان الحركة ما تقومش على الأقل برفع قضية في الثلب هي أو حليفة سيف الدين مخلوف خاصة الأخير لأنه تقال فيه كلام أقل من نجم يقولوا عليه كان عيب عيب كان يسمعوه وعيب أكثر كان يطلع صحيح والسيد كما تعرفوا نائب مجلس نواب الشعب. الضرب الخارجي من المنافسين للحركة الواضحين متعودين به النهضة كانت ديما حاضرة وكانت رابحة وكانت حتى كي ما تربحش تعرف كيفاش تخسر حتى النجم يقولوا انه التنافس بينها وبين اليسار كان على القضايا ورؤى وتوجهات سياسية واقتصادية وحتى دينية فينالمون موضوع تلقى ما تحكي فيه فيه حد أدنى من الاحترام. لكن العرك اللي أقحموها فيه المرة هذه من أصدقائها وحلفائها شعار الضرب تحت الحزام والفضايح وقاعد يضعف الحركة ويشوهلها في صورتها في الداخل وفي الخارج هذا بالإضافة إلى الحكم اللي هرها خاصة في ظل نتائج اقتصادية واجتماعية سلبية وبيلون أقل من نجم يقولوا عليه مخيب للآمال. شكرا لك معاد الشريف الميساج جونفاي شوية خلنا نعطيكم الموعد مع الأخبار أخبار التسعة متاع الصباح ورجعين معكم في ساعتنا الأخرى.